فيروس بي عنده طرق مختلفة للعدوى وإصابة المريض، ولكن أشهرهم طبعاً هو عن طريق الدم، وهو التعرض للدم الملوث بالفيروس من شخص مصاب. فدي تمثل الطريقة الأساسية بالفعل الإصابة بفيروس بي، ولكن الطريقة دي بتحصل في بطرق مختلفة جداً، زي أثناء عمليات نقل الدم أو التدخلات الجراحية أو عيادات الأسنان أو الإجراء الجراحات التجميلية أو عمل الوشم أو التاتو. دي إجراءات كلها بتحمل تعرض المريض للفيروس أو للدم المصاب بالفيروس، فبينقل الفيروس للمريض. ولكن هناك طرق أخرى غير نقل الدم، منها العلاقات الجنسية مع مريض أو مريضة مصابة بفيروس بي، أو هناك بعض المرضى للأسف حظهم بيخليهم في أكثر عرضة للتعرض لمنتجات الدم، زي مريض الفشل الكلوي المزمن، وزي مرضى التكسير الدم اللي هي زي أنيميا البحر المتوسط، أو مرضى النزف المتكرر زي الهيموفيليا. دول بيبقى عندهم مخاطر للتعرض المستمر للفيروس بي، ودون بيخلي عندهم فرص إصابة، وبيتطلب إن هم يخضعوا لإجراءات متابعة مستمرة. أما هناك شريحة تانية اللي هي المتعاطين للأدوية المخدرة عن طريق الحقن الوريدي، برضو بيحمل ده عندهم إصابة، مخاطر الإصابة بفيروس بي. يبقى مش بس نقل الدم هو الطريق الوحيد، ولكن هناك طرق متعددة للإصابة بفيروس بي. فيروس بي مش مكون من المكونات الجينية للإنسان، فعشان كده هو مش بيتنقل بالوراثة. ولكن المعلومة الحقيقية في الموضوع ده إن هو ممكن إنه يتنقل من الأم المصابة بفيروس بي للابن. وفي الحالة دي إحنا لازم بنخضع الأم لإجراءات كبيرة، الأم المصابة بفيروس بي، لحماية المولود من انتقال العدوى لي. فهو ليس انتقال وراثي، ولكن انتقال بسبب الولادة. فالأم لازم يتم تقييمها جيدا وتتلقى العلاج إذا كان العلاج بالنسبة لها هيقلل عدد الفيروسات، ولازم الطفل المولود ياخد جرعة التطعيم مباشرة في أول 12 ساعة بعد الولادة، ولازم يتلقى جرعة تحصينية من الأجسام المضادة فور الولادة. هو ده اللي بيحمي المولود من الإصابة، وليس وجود عامل جيني أو وراثي في فيروس بي. الإجراءات التقييمية اللي بيخضع عليها مريض فيروس بي ممكن بناء عليها يتم تصنيف المريض على أنه مريض فيروس بي خامل ومريض فيروس بي نشط. ده الكلمة اللي احنا بنستعملها لتوصيل المعلومة ببساطة للمريض، ولكن الكلام ده وما بنوصلش بيه إلا بتقييم دقيق جدا بيتم من خلاله قياس عد الفيروسات عند المريض، وتقييم الوظائف الكبد عنده والإنزيمات الكبدية، وحالة الكبد من وجود تليف من عدمه. فعشان كده بينتج بناء على هذا التقييم أحد الاحتمالين، أن يكون الفيروس خامل أو يكون الفيروس نشط. لو كان الفيروس خامل احنا بنطلب من المريض المتابعة فقط، وإذا كان الفيروس نشط احنا بندي أدوية المضادة للفيروسات. طبعا حصل وعي كبير قوي في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، بسبب مبادرة 100 مليون صحة بالفيروسات الكبدية بصفة عامة، وكان على رأسهم كانت مبادرة فيروس سي، ثم انتقلنا إلى فيروس بي. فتم إنشاء مبادرات مختلفة، وتم الفحص المرضى اللي لديهم احتمال للإصابة بفيروس بي، مما أدى إلى زيادة الوعي بين الناس بوجود ما يسمى فيروس بي. للأسف كان فيروس بي الفترة اللي فاتت فعلا مفيش انتشار للمعلومات الكافية عنه، ولكن الوضع الحمد لله دلوقتي بيتغير، وبيتم نشر الوعي سواء من ناحية التشخيص أو المتابعة أو العلاج. طبعا الدولة اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات لمواجهة عدوى الإصابة المزمنة بفيروس بي. الحزمة دي من الإجراءات بيتم تطبيقها في وحدات اللجنة القومية للفيروسات، وعددها 62 وحدة علاج منتشرة في جميع محافظات الجمهورية. الوحدات دي بتقدم خدمات مختلفة، بتقدم خدمة الوقاية والمسح للمخالطين، بتقدم خدمة المتابعة والتقييم، بتقدم خدمة العلاج، بتقدم خدمة متابعة ما بعد العلاج. وبكده بنصرف للمريض أدوية مطابقة دايماً للبروتوكولات العالمية بنسبة أمان كبيرة جداً بطريقة مجانية. بيتم متابعة المريض حتى الخامل الذي لا يتلقى العلاج، بيتلقى جدول متابعة دوري مستمر بيحميه من مخاطر تنشيط الفيروس مرة أخرى عنده أو اكتشاف التنشيط مبكراً. الحزمة دي من الخدمات بيصب فيها مبادرات موازية، زي مبادرة التدخلات الجراحية، مبادرة بنوك الدم، ومبادرة صحة المرأة والجنين.
كل الحالات اللي بيتم اكتشافها من خلال المبادرات دي بيتم احالتها فورا لوحدات اللجنه القوميه، وبيتمتع بحزمه الخدمات اللي انا قلت لحضرتك عليها. لا يتكلف المريض اي مقابل مادي في مقابل تمتعه بالخدمات اللي احنا اتكلمنا عليها. فالمريض من اول ما بيوصل وحده العلاج بيتم سحب التحاليل وعمل الموجات الصوتيه وتصنيف المريض بناء على نتائج هذه التحاليل والاشعه، وتقييم ما إذا كان هيحتاج للعلاج بيتم صرف العلاج مباشرة بدون أي تكلفة، والأدوية اللي احنا بنستعملها هي الأدوية الموجودة في البروتوكولات العالمية. وإذا كان المريض لا يحتاج للعلاج بيتم تحديد جدول متابعة زمنية بالتحاليل والفحوصات، وبرضه من غير ما يتكلف أي مقابل مادي. المريض إذا كان يعرف عن نفسه أنه هو مصاب فيروس بي بننصحه بالتوجه مباشرة إلى وحدات اللجنة القومية من خلال موقع اللجنة القومية على الإنترنت، بيقدر يعرف أماكن وحدات اللجنة القومية. المريض اللي بيتابع معانا بننصحه أنه هو ينشر الوعي بين المحيطين به، يجيب المخالطين معاه في البيت أو أصدقائه أو زمايله، يتم عمل المسح ليهم في وحدات اللجنة القومية. المبادرات المختلفة اللي احنا اتكلمنا عليها زي بنوك الدم والكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي في السيدات الحوامل، برضو بنديهم كروت إحالة بيوصلوا بيها لوحدات اللجنة القومية. بننصح دايما كل مريض ان هو يكون رسالة للمحيطين به لتلقي الخدمات للوقاية من فيروس بي قبل ما يحصل أي مضاعفات. اللجنة القومية بتقدم خدمة الكشف السريع عن الإصابة بفيروس بي، فعشان كده المريض اللي حتى لو عنده شك ومش عارف هو فعلا مصاب ولا لا يقدر يتوجه لوحدات اللجنة القومية لإجراء الكشف ومعرفة هل هو مصاب من عدم.